وليداتي وغادي تسمعوا لي ما غاديش تهموا غدا روحوا شوفوا الاحزاب مول التاسعه دخلاتو في الجهويه دخلاتو الديوان ديال المسؤول روحوا تشوف البلديه لقاو رجال قالوا كتب لي لي زياب الفرنسي وما عرف لهاش انا مقريه ثلاثه لا ليسانس جوج ها ما تتبعوش غي عبد الاله بن كيران تبعوا الاحزاب اللي ضحكين عليكم وخارجين على شعبنا تخيل تخيل ودارهم للسياسه يقول لك الا راكي معايا تدخلي ما راكيش معايا امين نقول لهم امين نقول لهم دير الوقفه يقول لك عادي نشكر نشكر جزيلا شكر للسي مهدية عيا ما يحارب هادي ثلاث سنين هو يحارب في وجده قال لي يا بنتي ما قديتش وجده صعبت ولاو يتحكموا فينا مدفن ودخلوا داروا المراكز وبقى تجيهم 160 مليون والمعاقين واش بقات في الفوضى الفوضى ما تجوش بها نتجيو بالسياسه وتدخلوا ونطلعوا واحد الا يكاتفنا والا يعاوننا نوقفوا ونقلعوا الفساد نقلعوا الفساد انتم ما عارفين والو تسمعوا لي ما غاديش تهموا غدا روحوا شوفوا الاحزاب مول التاسعه دخلاتو في الجهويه دخلاتو الديوان ديال المسؤول روحوا تشوفوا البلد